السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اذنك عندي بس استفسار كده في تفسير بتاع ايه في سوره النور. اتفضل. الايه بتقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب. يغنيهم الله من فضله، هنا مش شرط يبقى مال صح؟ عموما ماشي، يغنيهم الله من فضله، محتمل المال ومحتمل غير مال. يعني ممكن مثلا ان يغنيهم غنى النفس مثلا، مش شرط حاجه، مش شرط المال يعني. بس الايه هنا منزله على المال في الغالب. نعم، الايه اغلب تنزيلها على المال. طب انا مش في مثلا ناس بتتجوز وبتفضل برضو فقيره؟ فانا مش فاهم. هنقول الا اذا شاء الله امرا اخر. يعني هي بمشيئه ربنا. طبعا كل شيء بمشيئة ربنا، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تمام، بس هنا في الآية مش شرط مال يعني، ممكن يغنيهم بأي حاجة، مش شرط مال بس صح؟ إن شاء الله. ماشي، شكرا يا شيخ.